ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هتكلم على اكتر الابراج اللي عندها قوه في اصرار في عزيمه قويه جدا جدا خلال شهر سبتمبر لعام 2021. شهر سبتمبر بالذات احنا في بعض الابراج اللي هيكون عندها معاناه مع انهم اكتر الابراج حظا. في بعض الضغوط شويه اللي ممكن يقابلوها، ولكن في بعض الابراج دي اللي هيكون عندها ضغوط ولكن مكملين باصرار، مكملين ان احنا عايزين نوصل لحاجه مميزه، عندنا حته الاجتهاد قوي، السعي قوي، حته ان انا هنجح يعني هنجح، غصب عنكم مش عارفه اعمل ايه، كلامك كده بس وسع عشان اكمل، عنده اصرار انه يكمل، لا متاثر بكلام سواء قيل او قال، مش متاثر ببعض الامور السلبيه، مش متاثر حتى بازمات ممكن يكون بيمر بيها، بل بالعكس ممكن يكون ده دافع قوي ان هو يهتم بيه اموره الحياتية الصحية المهنية العاطفية. ولكن ان انت عايز يعني الابراج اللي انا هتكلم عنها دي هم عايزين يكونوا في افضل صورة، عايزين يكونوا احسن حاجة، عايزين يكونوا دايما متصالحين، دايما ايجابيين، دايما ناجحين، دايما متطورين، حالة استشفاء، ويبعدوا كل البعد عن العوامل اللي بتعجزهم، وهيكون عندهم اصرار واصرارهم هيكون ناجح كتير. طب اول الابراج اللي هيكون كده او بيعاني من ده مين؟ هو برج الميزان. نتيجه ان الشمس موجوده بالنسبه له في البيت ال 12 طبعا بسبب اللي احنا هنتكلم عنه، بسبب حركات كواكب وحركات فلكيه، الا ان مش هتكلم على الحركات الفلكيه، واحنا اتكلمنا في التوقعات ووضحت لكم نبذات عن الامر، بس عشان الوقت يسعفني ان انا اتكلم عن كل الابراج اللي هتكلم عنها النهارده دي. فمبدئيا برج الميزان انت اول الابراج اللي هيكون عندك الامر ده، هيكون عندك اهتمام عاطفي جدا، اهتمام بحاله من الدعم، ان انت بتدعم بعض الاشخاص واشخاص بيدعموك، ان يكون في ما بينك وما بين الاشخاص الخيرين خير فقط، ولكن بتبتعد عن الناس السلبيه وبتعمل لنفسك حدود بشكل قوي جدا. هيكون عندك اصرار على النجاح، على التواصل، عدم الوقوف، عدم التعجيز، عندك اصرار انك توصل، عندك عزيمه قويه كتير ان انت تنجح في امر مهني، ان انت تتقدم بشكل قوي جدا، عندك حاله من الاستشفاء النفسي بعد شوفوا بقى، بعد ضغط ومسؤوليه قويه جدا جدا، ولكن انت هتكون ناجح كتير في الامر ده، ناجح في المسؤوليه والضغط اللي موجود عندك. ولكن اقدر اقول بدايه من اعياد ميلاد اصحاب برج الميزان في خلال شهر سبتمبر هيكون عندنا الخروج من ده كله، وهتلاقي ان الاصرار اللي عندك والعزيمه وصلوك لنتيجه ايجابيه ومرضيه جدا جدا في خلال اخر الشهر. فاذا عندك اصرار، عزيمه، قوه، ثبات، حضور، تميز، ارضيه ثابته كتير عندك، وبتحاول ان انت تثبت خطواتك بشكل قوي، وقادر انك تبهر الاخرين جدا جدا برغم ان العدوات وبرغم الانتقادات او برغم المواجهات العنيفه اللي بتقابلك، الى انك قدها وقدود وقادر تنط الحواجز دي كلها. البرج رقم 2 وهو برج العقرب. برج العقرب عندك ان انت في نوع من انواع التحدي الهائل جدا جدا، لانك عندك كتير من الاعتراضات على بعض من مواقفك، عندك خطوات بتتاخد بصعوبة، بس انت عندك اصرار انك تاخد الخطوة دي رغم ان في كتير بيعجزك فيها، رغم ان كتير بينتقدك في خطواتك، رغم ان كتير انت ممكن تكون بتتقارن ما بينك وما بين الاخرين بسبب حد من الاهل او بسبب الامور المهنية. عندك نوع من انواع شوية الاشخاص اللي عايزين يوقعوك، اللي عايزين يدولك صورة سلبية او يكونوا تجاهك صورة سلبية عند الآخرين. ففي أشخاص كتير بتلعب في منطقة السمعة بالنسبة لك، بتلعب في إن هم ينتقدوك ويوصلوا الانتقادية دي إلا إنها تكون مواجهة عنيفة تتحداك في أمورك الحياتية، أو من الآخر أساليب تعجيزية موجودة قدامك. برج العقرب انت عندك في جزئيه كتير من الناس اللي حواليك عايزين ان هم يخلوا علاقتك العاطفيه تفشل، يخلوا امورك المهنيه تفشل، الا ان هيكون عندك ان انت بتستعين باشخاص اقوياء، وبتستعين بخطوات مهمه كتير، بتستعين بفكرك، بتستعين بذكائك، وبتقدر ان انت تستكمل المسيره الحياتيه بتاعتك، وهيكون عندك نجاح قوي قوي، واصرارك هيخليك ان انت توصل لحاجه مميزه. طول الشهر بالنسبه لك في ده طول الشهر بالنسبه لي، يعني برج الميزان بالنسبه له خطواته التعجيز اكتر كتير، بس هيفوق على اخر الشهر. لكن برج العقرب هو بيحارب، بس النسبه في المحاربه بتاعته اقل من اصحاب برج الميزان، بس مستكمله طول الشهر، يعني طول الشهر بالنسبه له عنده ضغط، عنده صعوبه، عنده بعض المواجهات او المشاكل، الا ان عنده الامور المهنيه والعاطفيه
هتبدأ انها تتحسن او يلاقي في حد بيخدمه او يساعده بعد ما هو كان بيستعين باصدقائه او بيستعين بحد، ففي اشخاص هتسنده في الاواخر. لكن طول الشهر هو بيكافح بيجاهد بيسعى اكتر، بيحاول يخلص حاجات كتير، بيحاول ان هو يسيطر على بعض من مشاعره او بيسيطر على بعض المواقف العصبيه او الضغط العصبي في المواقف دي كتير. عندك خلاف ممكن يكون مع حد او حد من الاشخاص اللي ممكن يكون ماسك عليك حاجه، عارف فكره ان حد بيمسك عليك ورقه او يمسك عليك حاجه، في ده وهيسبب لك بعض الاختناقات شويه، ممكن تتعرض لسرقه او لمشكله او حاجات ليها علاقه بالاحتيالات شويه، فده برضو هيسبب لك ان انت تاخدها تحدي او سلمه انك توصل لحاجه متميزه. فده رقم 2 برج العقرب، ده الشكل اللي عندك من خلال الشهر. بس رغم ده كله سعيك واصرارك وجهدك بيوصلك ل نتائج مرضية جدا جدا، وهتلاقي ده في بدايات اكتوبر كل ده بيساندك كتير وبيساعدك كتير، بيساعدك كتير في اكتوبر، يعني الشهر ده مساند قوي لاكتوبر. طيب البرج رقم 3 وهو برج الحمل، انا هتكلم على 5 ابراج بس على فكرة، اما البرج الثالث هو برج الحمل. برج الحمل انت عندك كتير برضو من الخطوات التعجيزية، ولكن الخطوات التعجيزية اللي ليها علاقة بالحسد اللي بيعجز، صدقوني ده موجود كتير. كمان التعجيز اللي ليه علاقه بان شخص ربطك معاه، معطلك معاه، شخص بيحاول يقولك لا استناني، بيخليك انك تاجل بعض الامور عشانه، بيخليك ان انت تتجاهل بعض الامور عشانه. عندك برضو تعجيز ليه علاقه بامور صحيه، مخلياك ان انت مش عارف تتصرف، مش عارف تروح، امور صحيه سواء ليك يا برج الحمل او لحد من المقربين ليك، ففي شويه مشاكل صحيه مأخراك او مخلياك ان انت تأجل حاجه، او ان انت تبقى يعني مش اللي هو مش طول الوقت مثلا فاضي او كويس. ففي ده كمان مخلي ان الحاله النفسيه ما تبقاش في افضل حاجه، خاصه ان احنا زي ما قلت لكم قبل كده ان موقع برج الميزان لبرج الحمل معاكس كتير، وطبعا احنا عارفين ان احنا كوكب الزهره كوكب عطارد موجودين حاليا، يوم 14 بيروح للمريخ، الشمس من بعد اخر 10 ايام هيكون موجود في الميزان، ففي خطوات تعجيزيه، الا ان بقدر اقول ان في خطوات مسانده باصرار برج الحمل، اصراره على ان هو يخرج من الازمات، اصراره على ان هو يكون اقوى من المعاكسات اللي ممكن تقابله، من المواجهات اللي ممكن تقابله، عنده نوع من انواع التحدي، الاراده الصلبه جدا، عنده نوع من انواع يانا يانتا، عنده الفترة دي يانا يانتا، لازم اخلص من المشكلة دي، لازم اخلص من التأخير ده، لازم اخلص من الأزمة دي، فعنده لازم اخلص دي، فدي مخليه ان هو يكون متقدم كتير. النقطة التانية الأمور الروحانية الخاصة بأصحاب برج الحمل، إن عنده أمور روحانية أو نزعة إيمانية أو حتة إنه عارف إنك بدل ما بطلب من حد بطلب من ربنا، فبتحس بيه إن أنت عندك حالة أمان، حالة اطمئنان. كمان أشخاص كتير داعمين لأصحاب برج الحمل في فترة سبتمبر، وده بيخليه إن هو يكون قوي في الإصرار، قوي في إرادته، في عزيمته، في إن هو يتخطى المشاكل أو الأزمات اللي ممكن تكون بتقابله دي، أو بمعنى أصح العكوسات. وزي ما قلت لكم أنا بتكلم من وجهة نظر فلكية، مش كده، لا من وجهة نظر، لو عايزيننا نتكلم بالطريقة الفلكية وتأثيرات الكواكب ما عنديش أي مانع. طيب بالنسبة لي البرج رقم 4 وهو برج العذراء. برج العذراء انت عندك بقى اصرارك والتحدي في ايه بالظبط؟ الاصرار والتحدي فيه ان انت عندك متاعب كتير كانت قبل في اغسطس، لكن انت عندك الاصرار والارادة ان انا الحق الفرص، الحق او انقذ اكثر ما يمكن انقاذه. عندك فرص بتقابلك، عندك خطوات جيدة كتير، طبعا الصوت اللي بره عادي جدا، يعني دوريات شرطه بتعدي، يا اما مطاف يا اما مش المهم، يعني ما نركزش في اي صوت بره، احنا نركز في الكلام اللي احنا بنقوله بس. فبرج العذراء انت عندك نوع من انواع الاصرار على النجاح، الاصرار على ان انا اخد الفرص، على اني انا التقط الامور، على اني انا فرصه قدامي هي الحقها واخدها بسرعه. عندك انك عينك عارف بتوسع اكتر وبتنور اكتر، وعايز تشوف هنا وهنا والدنيا هنا ايه والخطوات هنا ايه واكمل ايه وانجح ازاي واوصل ازاي واحقق التارجت بتاعي ازاي واعمل مش عندك ده، فعندك اصرار على استغلال الوقت، عندك فرص، عندك استغلال الفرص، عايز ان انت توصل لحاجه مميزه، مصر على النجاح، مصر على القوه، مصر على انك تعوض خساره خسرتها، مصر على انك انت تعوض وقت ضاع منك. فعندك دي الفكره
الموجودة خلال الفترة دي يا برج العذراء جدا، يعني ده أكتر حاجة موجودة بالنسبة لك. طيب أما بالنسبة للبرج الأخير رقم 5، البرج رقم 5 هو برج الجوزاء. برج الجوزاء عنده إصرار قوي جدا جدا، هو عنده عداءات، عنده أشخاص بيهاجموه أو مواجهات سلبية أقدر أقول، عنده تعطيل في بعض الأمور، عنده بعض المشاكل أو الأشخاص اللي هم عايزين يعملوا له وقف حل بمعنى أصح، معرض كتير لحسد، معرض كتير لسحر، ولكن هو عنده حتة إن أنا هوصل هنجح، لو مين جه وقف قدامي هقول له اتاخر هكمل. فبرج الجوزاء عنده اصرار على اني انا اطور من نفسي، على اني اغير من شكلي واكون جميل جدا، اكون شيك قوي، اكون حلو قوي، اكون متميز اكتر في الامور المهنيه، انجح اكتر، اكون. فبرج الجوزاء عنده فكره ان انا عايز اعوض وقت انا ضاع مني، عايز اعوض خساره خسرتها، عايز اعوض هجوم بعض الاشخاص، عايز اعوض ان في اشخاص بيتحدوني، بيهاجموني، بيقولوا عليا كلام مش حلو، تعويض في وجهات ان انا احسن وجهه النظر اللي متاخده عني بطريقه سلبيه امام الاخرين، اعوضها بطريقه ايجابيه، اعوض. او عندي اصرار قوي جدا ان اللي جه عليا اجيبه تحت رجليا، بقول امثال وشعر انا يعني جامده جدا. المهم ده اكتر 5 ابراج عندهم اصرار، قوه، اراده متميزه كتير وصلبه كتير في ان هم يجتازوا الشهر ده ويوصلوا لنهايته بنجاح، بتحقيق اهداف، بتحقيق طموح، بان هم يوصلوا للقمه وان هم يكونوا في مواجهه عنيفه ويكسبوا المواجهه دي وينتصروا عليها بشكل قوي جدا جدا في خلال شهر سبتمبر على اعدائهم. بشكركم، ما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناه وتفعيل الجرس. سلام.